يا هلا والله مرحبا، الحين عدنا بحلقة جديدة. اوه طاحت هذول وضربوا انحشون لها. تعال بحلقة جديدة من لعبة سلايم رانشر، وهذول من دخلت الحلقة هذول الأكل طايح فنهبلوا، هذول انجنوا هذول بثرين قسم بالله. العموم مو مشكلة، الحلقة هذه نبغى بإذن الله نجيب السلايم الليلي. هذول ايش يسوون هنا؟ قاعدين ينقزون، ليكون في اكل حولهم؟ لا ان شاء الله ما في. طيب هذه الفواكه شكلي بغيرها، اول شيء لانها صعب اني اقطفها، متعب مره. في الحلقه الماضيه جيت اقطفها مره صعب، اسحب حبه حبه مو زي الجزر سريع سريع، فبنغيرها حاليا، ما حد يحتاجها من السلايمات. بحط اي ورع، شلون اغيرها؟ احتاج اقول ريموف كروبس ب10، يب واضيف شيء جديد. حلو والله، اضيف لي هذه. اوكي شكلها حتى هذه بتكون صعبة. يا اخي ايش طلعكم انتو؟ يا ارجع بيتك انت، يا ارجع بيتك اقول لك. اوكي حلو، هذه الكيوبز راح تكون مرة كويسة يسمونه سلايم الليلي. السلايم الليلي طبعا ما اقدر اجيبه الا في الليل او بالصناديق وزي كذا. بحط السلايم الليلي هنا ان شاء الله، راح اغير هذه. تعال نقول ديمولش 100، بحطه. يا الله مشكلة، ما ودي احط هنا، خلاص حتى هذا ودي انقلهم مكانه، مرة خايس ما ينفع جنب الاكل، يسوون ازعاج جنب الاكل. بحطهم هنا. تعال يلي هنا ويقول كورال بيرتشس 250، وبحطه سولار شيلد. احتاج 400، احتاج 220 زيادة ونسوي سولار شيلد عشان النوع هذاك الاضاءة تقتله، اذا جاء النهار ولا شيء يموتون، فلازم نحطهم السولار شيلد. فتعال انت يا حلو. اي نسيت انه يطق، الله يقلع الكلب. خذ كل كل انت يا كلب. شبعانين؟ اي طبعا شبعانين. يا اخي ذا يطق بثر. يا عيال ناصيني، لاحظت انه ناصيني، اذا شافني يبغى يجي يهجم علي. شوف مرع، يلا هجم. احس بيه، شوف ودهم يهجمون علي. لا تقول لي بتهجم علي، والله ما ودهم يهجمون علي، ورا تو هجم علي كذا كانه قاصدها الورع. ما ادري عنك، الزبده معنا. تعال كلوا انتوا بالعافيه، من زمان عضناكم. شوف ينهبلون يقهروني يا عيال، لازم احطهم سقف. انا ما ودي اقلل عددهم صراحه، احس مره مفيدين، بس ما ادري مره بثرين. تعال يا بزر، هذا اللي بيروح ياكل دجاجنا. اوكي كل شيء تمام، كلكم جوا بيوتكم ان شاء الله. طيب خلينا نبيع هذول. هذا يا اخي كل شيء ينقص، ذا الاحمر وجعه، السب طايح مره. طيب شو الحال؟ والله مالي الا ابيع، ما ينفع اوقف بيع. يب لازم ابيع. 466، يعني تفضل اسكن معانا يا ابوي. هاي وولز سولار شيل بيرتشس. هل لازم سقف؟ لا ان شاء الله مو بلازم سقف، خلاص. اي مو لازم سقف، شو الدنيا تفرق. ان شاء الله انه مو لازم سقف. الحين ناقصنا بس ننتظر يجي الليل وندخلهم هنا. بعدين ما ادري، بس كذا الظاهر. يب بس كذا الظاهر. طيب خل نروح ادور لي الستون هذول، ستون سلايم. اي صح قلتوا لي تقدر تفتح الكهف اللي عند بيتك وخلاص يصيرون يعيشون فيه، بدل ما تحط لهم السولر وما ادري ايش حق التضليل وكذا. بس اتوقع مكلف مره اني افتح الكهف. في واحد انه كان هنا. يب دجاجه انوكلت، سمعتوا صيحتها؟ يا قلبي عليها. شو يصير لو حطيناها في المويه؟ اوه خلاص. هذا شيء منتحر ذا، ايش سالفته وراه مزعله. اوه هلا والله، من طلعتوا لي. طيب هذه المويه ما ادري ايش سالفتها. اوه سب عليها، تعال انت ابغاك. هلا ابوي. اتوقع كذا اخذنا كفايتنا من الروك سلايم، ما ودي نكثر بزياده، انتم قلتوا لي مو زين انك تكثر يصير متعب الوضع يعني. فكذا اتوقع يكفون حاليا، ثلاثه عندي واللي في البيت اتوقع مره يكفون. اي صح، تذكرون صندوق في الحلقه الاولى اللي جبناه حطيناه عندي في البيت؟ كان اختفى، كنت حاطه هنا في الارض. نعم بيستم والله اختفى. اير نت ب 425، والله يبغانا نجمع لهم نحط لهم ذي لانهم بينحشون الظاهر. شوفوا ما يحبون هذا، ما ياكلونه على طول، ينهبلون الخيار. شوفوا حط الخيار، الجزر قصدي، شنو اقول خيار انا، ياكلون جزر على طول. بس الرمان ما يحبونه. اوكي يصير الجزر لهم وهذول ياكلهم هذا اي شيء ثاني. امسكوا كلو. اوه هذا طلع، هذه اللي ياكلها المسائي، زين السلايم المسائي مره يحبها. هاي انزل ولد،
كلو يلا كلو بالعافية. حلو 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 450 احتاج. يا سلام هنا اقدر احط سقف بعد يقلع بالقوة. خلاص منطقة كاملة صارت. حط سقف بيرتشس ان شاء الله انهم يسوون. حطينا النت ما ادري وش سالفتها ذي النت بس احتياط عشان ما اوقف فجأة يطيرون ويقربشوني. لا الله يعافيك حتى انت يبغالكم والله نت. هذاك الحزين يا عيال ما حد علمني وش سالفته اللي هناك. ها علموني بالله والله هناك الحالة قاعد. هذا برضه ممكن ناخذ. هذا الكيوت اللي قلكم عنه ممكن ناخذه. صار تحول. اوكي الله يستر عليه. هلا تعال اخذك انت. تعال يا رجال كان ناوي يطقني انا داري. شوف ياكل الجزارة مبسوط. يا عيال ما قاعد ياكلها ماسكها الى الان ما طلعوا. خلني ارجع البيت وارجع ادوره مره ثانيه على الاقل افضي الشنطه اللي معي. صار على ذول كانهم صاروا بزياده كثار. يا والله يا عيال كثروا مره والله متكاثروا مره صار كثير. يو ما ادري في شيء هنا مره كثير ما ادري ايش احط صراحه في التطبيق في التطويرات لكن حاليا مو بهمهم لان ما عندي اي شيء يحتاج اكل لحوم وجمعنا فلوس مره كويسه. خليكم تحت لا حد يطلع فوق تكفون ما ودي احطكم حتى انتم سقف تكفون. الحمد لله جايكم يا عيال الجزر عندكم اهجدوا. طيب جليل يب حرفيا جليل. اوه هذا حق ال حق الكيوت هذول القطاوه صح؟ هذه قروشهم الا والله. الساعة 22 يعني ساعة طلع الحين البزر اخيرا اثنين بس؟ هلا كثيرين والله مره كثيرين. طيب اسمعوا سبعة حس كويس صح؟ بس اصبر انا عندي سقف فترجت عدد كثير مو مشكلة يعني. سبعة مرة حلو كبداية. نعرف ايش وضعهم نشوف تجارب عليهم. ها هذا واحد منهم هذا اللي ابغاه تعال اختصرت علي الطريق انت تعال. في واحد ثاني تو شفته بعد بس اصبر تعال. هذه اللي انا ابغى اسويه اصلا هذا العملاق. تعال ادخل جوا. اوكي ما يقدر يطير ان شاء الله. في واحد ثاني تو شفته خليني اروح اجيبه. ما ابغاكم خلاص ابغى هذا جاء. لا يا طب انتحر. تعال شكرا. هم الضار عشان يتحولون لازم بس اوكلهم الجوهره اللي معي الزهريه وبعدها خلاص يتحولون. صار عندي ثلاثه هنا خلني اتاكد بس قبل وش ياكلونهم. ياكل نفس اللي يحب السلايم العادي ظاهر. يب يعني المفروض انه يحب الكيوب بيري هذا. طيب تعال انتو خليكم جوا هنا وخلنا نحولكم كلكم الى عمالقه. كلا بالعافية. تا طيب اصبر 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 في احد زايد هنا تحول بعد. تعال 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 والله العب بيكم خلني اطلع راس ماري. تعال انت تروح تنتحر زي ذاك. ان شاء الله انهم ما يطيرون ان شاء الله والله احس انه اجرام اللي قاعد اسويه. ايوه تحول العافية عليك بالعافية عليك. طلع قدر يطلع وات. النت شكله اوكي يشيل بس لا تفل امه يعني بعد انت كذا فكرتهم. اوكي 500 معي سقف مرتفع. يب سقف مرتفع هاي وولز جيب يا اخوي. الحين اقدر احط عدد اللي ابغاه ولا اخاف انهم ينحاشون. يا سلام ان شاء الله انهم يجيبون لي مبلغ وقدره بعد. انت ايش طلعك انت يا بزر. يلا انقلع بسم الله. في واحد باقي هنا ما تحول امسك. بالعافيه عليك حتى انت. طيب حلو الحين صار عندنا عدد وقدره. ابغى اجرب عليهم الجزر واجرب عليهم هذه الفاكهه الجديده. الجزر يا رب انه طلع. نوب لسه ما استوى. طيب انتوا بقيتوا لي شيء؟ ما بقيتوا لي اي شيء انا عارفكم. سلام قول بسم الله خليني اعطيهم هذه. شوف يبغى يطلع لي فوق شوفونه. كلوا يا اخي اعطوني جوهرات بس ما ادري اذا يعطوني جوهرتين. وات من فاهم. يبغى لي فواكه ثانيه عشان نتاكد شو الوضع. هل اعطوني هم جوهرتين عشانهم اكلوا اكل مفضل عندهم ولا هم اصلا كذا اصلا عشانهم نوعين يعطوني جوهرتين ما ادري. ما اقدر اخذ الفلوس يا عيال. هذول يحتاجون لهم كوليكتر والله ما اقدر اخذ الفلوس ما اقدر بشفطهم على طول. او اني وخر بغيت اجمع الفلوس ماني بقادر.
يا عم الاثنين كل شيء يشفط واحد منهم ايش فيه؟ شوفوا اعطوني والله مره كثير. ها احس يبغى لهم كوليكتر هذول واقدر اجيبه بالراحه الحين. تعال 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 جيب 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 بلورت كوليكتر جيب. تستهبل؟ ايه جمع لي يا شيخ. وين جمعها لي؟ هنا مغلو ميكانيك خايس. وش احط هنا؟ اذا ضغطت يجمعها. نايس. هلا والله والله قاعدها والله. انتم يبغى لكم واحد بعد. امسك 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 خليكم جوا هنا. هذول جمعتهم من برا. انا خلاص هذول قررت اني احط لهم سيك واحط لهم هذه الكوليكتر. احس مره بتفك لي ازمه. بس ناقصنا الحين مصدر اكل زياده. هذا يبغالي اسوي شيء يكثر لي الانتاجيه. هذا راح يخليهم يعطوني ماكسيموم هارفست، يعني يعطوني اكثر عدد فواكه يقدر عليه. هذا يبعد السلايمات عن المنطقه هذه الارضيه. اوكي مو مهم. وسبرينكلر يعطيه مويه، بس المويه شو تسوي؟ تخليه اسرع في انه ينتج لي. اتوقع هذا اهم شيء عندي سبرينكلر. هذا اوكي صح انه يعطيني الماكسيموم، يعطيني مثلا توتال 15 حبه يعطيني 15 دائما، بدل ما يعطيني مره 9 مره 10. اوكي بس سبرينكلر يسرعها دبل، يصير يعطيني 9 9 9 9 9 9 بدل ما يعطيني 15 مره واحده مثلا يعني. فنبغانا نجمع ال 500 له. يب يب يب. بس قبل ما اجمع واسوي الحركات هذه يبغالي برضو يكون عندي مصدر دخل كويس. احس يبغالي البلورت كوليكتر حتى هذول، لان اشوف عندهم مره اشياء كثير بس ما اقدر اخذها لان بيفجروني مثلا. دول بثنين بثنين دول صعبين، هم والزهريين. يبغالي احط في كل بيت اب اول نايت. اوه جا الصباح وحنا صاحين. الدجاج صار عليهم. الدجاج والله ساحب عليهم. اوكي الطار قاعدين يتكاثرون يعني عدد معقول والله ما ادري. وش ذا؟ هيلب مي اوت هير اند ميك شور يو جيت واتس اوت. اوه وش السالفه؟ تواني احط لها ثلاثه اثنين وبتعطيني هذول. وات في هذه المهمات ولا علمتوني يا عيال؟ دجاجتين تبغى؟ جيب لك دجاجتين. لا صوصين يبغى صح؟ هذا دجاج ولا صوص؟ لا دجاج ظاهر. انا ورا عندي سلايم في الشنطه ما شلته. تعالوا نبغى ثنتين لو سمحتوا. ما عليه بتجيبون تعوضون زياده بعد شوي. تفضل. وات؟ ماني فاهم. شوف الدجاج شكله غير اللي معي. هنا قرن اسود، هل هذا عشان كذا؟ والله ما ادري. في احد منكم وانا عندك كذا خشم اسود؟ ما في. انا داري انه ما في بس غريب انه طالبينه مني. اوه هلا والله. نايس يا عيال والله قاعدين ياكلون. تعال تعال ابغى ثلاثه من اثنتين من هذه. وخلها تهجم علي تكفى. طيب والدجاج؟ ليه ما ياخذ الدجاج؟ يا ليل تعال يا بدر. والله لحسن حظك اني ما نبراميك. تعال يمكن يبغون الديك. نب ما حسيت ما دخل. عطني اللي موجود عندك لو سمحت. هلا بالفلوس. كيف اخذ الاغراض؟ اوه اشفطها كذا. هلا والله والله رايق الحركه. طيب انت ايش تبي بالضبط؟ الحين مفروض معي فلوس تكفي اني ابني اللي تشفط برضو مره ثانيه. اوه لو بالمبلغ وقدره. اوكي عيال اكتشفت شيء. هذول مو نفس الدجاج اللي معي، هذول نوع حجري، والظاهر والله اعلم انهم هنا، والله ما ادري، مشينا نشوف كيف طريقة الماب اللي ما اعرف صراحة، أنا شفت واحد يروح بس كان عنده الجت اللي يخليه يطير، كذا شيء يخليه يطير بس أنا ما عندي، فبدوره بالطريقة الصعبة الظاهر، بإذن الله بجيبه، ويكون لونه زي هذا بس لونه أسود أو بني غامق شيء زي كذا. يعني عرفت شكله عرفت شكله بس خلنا نوصل. الظاهر انه تحت هناك. راني ما ادري تدرون ما صدق ما قد اكتشفت المنطقه. ما ادري لو اصلا انت ما ادري لو مت وش يصير. فليه ما استكشفها؟ اي صح تعال انت تامي ابغاك. تابي قصدي وش تامي؟ المهم ابغى التابي هذا بصير ازرعه. نايس. ايوه كان طريق مفروض من فوق. وات از ذس؟ لا تعال تابي. ما ادري ليش طرقت عليه. وش في افخاخ ولا ايه؟ منطقة ايش فيه؟ ايش فيه معصبين ذول؟ هذا هو تعال ظهر انه هو تعال وش ذي؟ ريكوير سلايم كي
ايوه شلون افتح هذا؟ لوكت مكتوب، وهذا ايش؟ نحتاج سلايم كي. تعال انت يا بزر. اوكي لقيتهم ابشركم. وات يو شوفوا يعطون دول بلورات والله كويسين هذول. هذا شو معصب هذا؟ لا اكلها. هو المفروض توكله عشان يصير يحبك كذا يصير كيوت. شوفون صاروا مره كيوت موكلناهم. بس تعال ابغى الفلوس. والله شكلي بموت. يب شكلي بموت كذا عشان الفلوس يا حسان. كذا عشان الفلوس اسحب على الفلوس خلاص لا تموت تكفى. طيب مش هنا رجعنا البيت جمعت 7 بلورت. حلو ورك بلورت هذه كويسة. عشان عندي تابي الحين وعندي ستوني. يا رب انه يضبط عشان نعرف اذا صدق صح علي ولا لا. اوه حتى هنا في ستوني استهبل. اما حتى هنا موجود ما قد شفته. غريبة هاي غريبة صراحة. تعال يا تابي. تابي الظاهر عشان اي الكلب تابي عشان نحط الظاهر لازم نحط لها سقف على طول لاني يطامر مره كثير وممكن اخلي زي كذا بعد مع الزهري. المهم ما علينا. انا امشي عندي الحين 7 دجاجات. حلو 2 للمهمه و5 لي احطها في عندي في البيت يعني احتفظ فيها. اكتشفت برضه شيء ثاني اعطاني بلورتين او يعطوني بلورتين هذول اللي اكلتهم في البيت اللي يطيرون لاني اعطيتهم اكل مفضل ولا المفروض ما يعطوني حبتين الظاهر اتوقع. لا وش القهر؟ لا يا القهر ما كان عندي مكان في الشنطة يا عيا. وظهرنا كان شيء قوي مرة. يا الله كان سلايم قوي مرة صح. كان بيعطيني الذهبية ذي الظاهر. قلب قهر يا عيال. يا الله القهر هذا ظاهر ما تصير له مره في العمر وانا ضيعت هالمره اللي في العمر. خذ دجاجتك يا شيخ ما ابغاها. وفضوني 500 صح لا ابغاها ذكرت. اسمع تعال تعال انتم بثرين حطوا مسكف على طول بيطيرون والله. ايرنت بيرتشس خلاص الحين عشان ما يطيرون بس ناقص زي ما تبون. معليش كان لازم اتصرف معهم لانهم بثرين مره. ما ادري هذول بيعيشون مع بعض ولا بيتهاوشون. يا اخي ذول شكلهم عصبيين. ستوني اوه يا اخي واو. طيب بسم الله خلينا نجمع اكلنا اللي هنا. ولا تابي خله بعدين صح؟ تو بدري عليه ظهر بدري عليه مره. تعال تعال شجرتكم جهزت اعطتنا اكل. يب اعطتنا اكل. تعالوا حلوين انتو. ما في طلعه يا بزر. بينك سلايم خذ يا شيخ ضيعتوا علي الجولد. الله يقلعكم تقهرون. اوكي ناظروا خلينا نشوف التجربه الحين. بعطيهم اكل عادي ونشوف ايش بصير. كلها يرحم لي والديك. اعطاني 2. شوف طلع قلب. اعطاني 3 4. اوه اوكي يعطيني اكثر. شوف حتى طلع القلب. اذا طلع قلب معناته انه مره عجبه. نايس. والله حتى هذول يبغى لهم الظاهر سقف وحس فسقان صح؟ والله فسقان. اسمع انت ما ادري احسب عليكم يا اخي فلوسكم مره طاحت. صرت 13 وش ذاك؟ شو يطيح يا عيال؟ هل عشان يستخدمهم بزياده؟ تابي كم؟ 30؟ اوه ديم هذا حق تابي. اوه ديم يعيشون مع بعض؟ ولا بيروحون فيها؟ يا رب يعيشون مع بعض. سيروا احباب تكفون. وات؟ عشان اكل هذي. اوكي عشانهم اكلوا يا بزر. عاد التابي العرف انه يناقزون مره كثير فالظاهر لازم احطهم سقف على طول. هاي وولز لا ايرنت بصراحه. بيرتشس تعال انت يا بزر ارجع بيتكم. اوكي اتوقع لازم يب اتوقع كان لازم كذا. يا تابي خذوا هذه كلوها. ايوه بالعافية. انت كلها بالعافية. اوه بالقوة. تعال تعال عطني البولر كوليكتر. انا خلاص حاليا سهلت على نفسي كل شيء. تستاهلون والله. زمان ما وكلتكم. ما في جزر اعطيه ذوليك. ودي اشوف ايش يعطوني هذول. والله سويت ميكس حلو شكلي. تابي مع هذول يب.
ويت ويت ويت، يبغالي اجيب جزر. تعال. سمعت الصوت؟ سمعت الصوت؟ شكل صوت ذهبي واحد ثاني. وش الترتت؟ طلع صوت ترتت قبل شوي. لا لا يكون ذهبي مرة ثانية فاتني. لا تقهرني يرحم لي والديك. معليش انا التابي بجمعهم عندي، صار موضوع شخصنا. فبشخصنا وبحطهم في سجن كلهم هنا. لانهم كلاب ضيعوا علي الجولد قبل شوي. معبين شنطتي ولا اقدر اشيل الجولد. فتعالوا هنا الله يعافيكم. وبعطيكم اكل يلا ولا تزعلون. يعطيني حبتين. اي والله يعطيني حبتين. بس هذول يبغون الهارت مدري ايش الظاهر صح؟ الروك سلايم يحب الهارت بيت وهذا يحب ستوني هن. شو طلعوا؟ ايش فيه؟ يا الله يبغى لهم سقف مرتفع. يا عيال يا عيال ما اتفقنا. ليه قاعد تطلعون كذا؟ ما اتفقنا تطلعون قسم بالله كنا حبايب. حسبي الله عليكم، هذا ما يفيد معهم لا نت ولا زفت. لازم اسيطر على الوضع، لازم اسيطر على الامور، لازم احطهم سقف مرتفع. والله اني مره احس اني ضيعت فلوسي. هلا بالفورتشن. ما ادري اتشيف من جديد، شكلي جمعت مبلغ مره كثير. والله العظيم لو احطكم سقف عالي الحلقه هذه ما راح تنتهي الا وانا مسيطر على الوضع. بسم الله. هاي وولز بيرتشس. بس يا بزر مين اللي ياكل جزر؟ بس هذول صح. خذ الجزر جعله بالعافيه وشغل لي هذه. هلا ابوي. اربعه هنا وواحد بس هنا. بزر انت. ايش هذا؟ من وين جاني؟ مويه، احتاج مويه، احتاج مويه، ما عندي مويه، احتاج مويه، احتاج مويه يا عيال، هذا بيفجرني. شو؟ احتاج مويه. الظاهر احتاج مويه صح؟ ووتر تانك، والله اني ما كان ودي استخدمه. بولس ويب، والله الظاهر احتاجه يا عيال صح؟ الظاهر اني احتاجه. يا عيال ايش في من هبلوا ذول؟ شوف عيونهم كلهم طلعت كذا. عشان الليل ولا ايش؟ فقدت السيطرة. فقدت السيطرة. هذول فاتح السقف. تعال الحقني يا زفت الطين. تعال الكلب. تعال الكلب. لا تعضني. انقلع يلا هناك. واو شو يسوي ذا؟ اكله. لا لا اكله حرفيا. عب لي مويه. أوه يا الكلاب ما درت اني اموت. كنت بجمع مويه. تكفون تكفون رجع الوضع طبيعي. تكفون. اوكي ان شاء الله الوضع رجع طبيعي. عيونهم زبطت بس الظاهر انه وترهم هذاك الزفت اللي تو. الحين ان شاء الله امور زينه. صباح رباح والامور زينه. شوف هذول منهبلين يبغون ذا. والله طلعت مره كثير. هذا اكله المفضله للسلايم اللي يطير. تعال 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 بيعطيني والله فلوس مره كثير. حتى الجزر. لا حبيبي انا اسف والله قاعد تناظرون الاكل هنا. هذا اكل مفضل يا عيال والله معليش. صح انه عندهم واجد بس لازم احطه لهم. تعال اكتيفيت جمع. وانت اكتيفيت جمع. حلو اربعه بس يخرب ليسك. اربعه من تابي. اوكي اوكي والله جمعنا مبلغ وقدره يعني صراحه. 15 حلو مرتفع سعره نايس. هذا 26 وهذا 8. اوكي بدت الميزانيه تزبط ان شاء الله. يبغالي انا اجمع مويه، مصدر مويه. ما عندي مصدر مويه عند بيتي ولا في مصادر مويه عند بيتي؟ ضار ما في. مشكله ما اقدر اعرف او ما ادري انا ما اعرف مكانهم. شو صار عليكم انتم؟ طبعا هذا الحجري هو الاكل المفضل لهذول الستون التابي. لو عطيته بالتابي راح الظاهر يعطوني اشياء. واو تعال يا حلو انت احط لكم كوليكتر برضو. خذ تستاهلون والله. والله انت اول ناس فزعوا لي. يا رب يطلع لي الذهبي مره ثانيه. قسم بالله ضاق صدري انه راح علي. يا عيال يا عيال احس بيجيني تزبيد اني انه ضيعته. يا الله تابي تعال يا تابي. انا ايش طلعت هنا اصلا؟ اي ابغى مويه صح؟ لا يجيني حق الليل اللي تو يسطرني. هلا ابوي. ايوه الظاهر انه هو اللي بعد عني والله اعلم. كاني اذكر هالشيء تعويض عن الجولد. وات؟ لوفلي اورنمنت.
هذا نحطه في البيت يعني بس شكل زينة، وفره في جيبك، ابغى الجولد. تعالوا انتوا خليكم جوا هنا، كلوا اكلهم، كلوا البلورات حقتهم، خلني اعطيكم كل كل يا حلو، اقول لك كل بالعافية. اوبا كل صغير انت بالعافية. اوه والله في شوي كم كذا واحد صغير ميتين جوع بعد. هالبسيون يا قسم بالله انه استثمار جيد الى الان، استثمار جيد الى الان الحمد لله. يبغالي مصادر اكل احسن، فلازم اني ازيد الانتاج. يب فتعال عطنا سبرينكلر بيرتشس، يلا اسقها خليه يكثر لي. وهذا برضه يبغى له سبرينكلر. والله اني استثمرت الحلقه هذه في مزرعتنا استثمار ولا احلى. 500 ثانيه يا عيال ولا كانه صار شيء قبل شوي. وتعال عطنا سبرينكلر الثاني. هلا بوي، عطنا الانتاج، عطنا الانتاج. بعدين نحط مسامات لو بغينا. حاليا ابغى بس ينتج لي مرتين في اليوم، اضمن اكل مستمر. والله بيكون شيء حلو مره، والله بيكون شيء مره حلو. وانت تجيب اللي يطيرون زياده صح، اللي في الليل يبغالي اجيب زياده هنا، احسس المكان يستوعب زياده. يا والله اتوقع اني قاعد ماشي صح. اصبر 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 اصبر، باقي شيء اخير لازم اسويه. تعالوا يا حلوين بكبر المزرعه حقتهم هذول. قلتوا لي 7 يكفي بس انا ما اتوقع 7 يكفي صراحه. تعالوا. هلا بوي هلا بوي هلا بوي، كيف الوضع معكم؟ يا عيني يا عيني يا عيني، قاعد يسكي يا عيال. هلا ابوي. وانتم وش وضعكم؟ الستون الى الان قليلين. 1 2 3 4 5 ما قاعد يتكاثرون. ويق ويق، وش تبون؟ وش تبون؟ هاي وولز. اوه هذا راح يخليهم يجيبون بيض اكثر، فيصيرون يولدون يتكاثرون اكثر، وهذا يخليهم بس يكبرون اسرع، فما احتاج هذه حقت الدود. او حشرات يعني، راح تعطينا حشرات، والحشرات في نفس الوقت راح تكثرهم، يعني تخليهم يبيضون بسرعه بسرعه بسرعه، يعطونا اكثر من دجاج، فيكون في احتماليه يعطونا الستون اكثر، ونوكل هذوليك الستون. هذول التابي اللي صار اعطيهم الستون او ستون هنس اللي هو الدجاج الحجري، فيصيرون يعطونا انتاج احسن بكثير. تعال التطوير الاخير، عطنا حشرات. هذه الاعشاب يكون فيها حشرات، تشوفون حشرات صغيره الحين صرنا يتكاثرون اسرع. هلا ابوي، يعطون بيض اكثر. انت الحين ما اعطيتني شيء تستهبل، هذا انا حاط السقايه. وين انت؟ هذا وش سالفته؟ يقولك انه زينه للمكان بس ما ادري كيف يعني احطه ولا وشو. والله ما ادري، بخليه هنا، علموني بعدين. خف يختفي يا عيال، تعال تعال ما نفاضي يختفي. صح، عطنا مهمه ثانيه انت. اوكي هذا يبغى وشو؟ يبغى 9 حق الليل و5 التابي، وبيعطيني 4 دجاجات. والله شوفوا، والله شوفوا اتوقع اقدر عليه. 5 تابي، تابي الحين اروح اجمعه ان شاء الله اقدر اجيب 5. وعلى ما اخلص يكون جاني الليل وجمعنا هذول اللي يطيرون في الليل. 9 مره كثير وجع. ايوه نزلوا من السماء. تابي انقل انت. اوكي تابي باقي لي 2 بس. هذا وشو بعد؟ كره ثانيه، اعطاني كورتين. وات، هذا 5 تابي صار معنا. نايس 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 نايس، مره كويس. 5 تابي بس، ما بحاطه من الحين الين اشوف حق الليل هذول، عشان اخاف اعطيه في الاخير ما يرجعون لي. لا حبيبي، يلا بالعافيه عليكم يا حلوين. لو حطيت واحد من هذول اقدر اسحبه؟ ما عاد يرجع. لا لا اصبر، اجل خليه معنا. كلوا استمتعوا استمتعوا يا عمر انت اياه، انتوا اللي بديتوا المسيره هذه. والله ما اخليكم. امسك امسك التابي كلهم. والله اتوقع ان شاء الله اني بقدر، ان شاء الله اني بقدر. اي صح عندي دجاج، وش جابه معي؟ امسكوا. سطحتكم يا طيب. هال 5 5، احتاج 4 بس. اوه هلا بالصندوق. وش سالفته ذي؟ وات؟ درون اورنمنت. اوه هنا في طريق بعد. اوه هنا اجل فيه اللي يطير. ايوه هلا هلا هلا، تحرياتي في مكانها.
بقي لي واحد كان يعني عادي عندك، بس تشرفنا هنا في البيت فضلا لا امرا. تعال امسك انت، بقي لك واحد بس، والله واحد ان شاء الله اني اقدر اجيبه. بسم الله. اوكي جبت العدد اللي يبغاه، بس بدور زياده عشان نكبر مزرعتنا حقت اللي يطيرون. اتوقع اقدر ازيد اثنين كذا، ثلاثه زياده. تعال هلا ابوي، انضم يا صديقي، وانت تعال خدي حبيب قلبي، والله حبيب قلبي الله يكثر خيرك. خليك جوا هنا وبلع لك حبه تحول. هلا والله. طبعا لسه في فواكه زياده، في سلايمات زياده، ما راح تستكشف انا لاني خايف صراحه استكشف لحالي، فابغاكم تعلموني يا عيال وين اروح واي منطقه استكشف. ما ادري في اللي تحت الارض، في اليسار الظاهر مناطق، او افتح اشتري واحده من هذول. الظاهر الحلقه الجايه بالراحه اقدر اشتري لي واحده من هذول، يا الجهه دي يا اللي جهه ورا البيت يا جهه الكهف. علموني الكهف ولا اللي ورا البيت اشتريها، ولا اللي هنا اللي ورا اللي يطيرون دول. خلينا نقول هذه رقم ثلاثة. يب هذه رقم ثلاثة. رقم اثنين اللي هي ورا البيت، ورقم واحد اللي هي الكهف. اختاروا واحدة من هذول الثلاثة نفتحها الحلقة الجاية عشان نشوفها سوا. انتوا علمون، انتوا ادرى وش احسن وش اهم وزي كذا، نفتح الحلقة الجاية. المهم راح نوقف هنا، ان شاء الله عجبتكم الحلقة، لا تنسوا تشتركوا بالقناة، تعطوا لكم مقطع. سلام.